هنتين دلوقتي ان احنا نتكلم على حاجه اضافيه، يعني واحده من الكاركترستكس بتاعت السيجنال اللي بنوصف بيها السيجنالز بتاعتنا او بنكلاسيفاي بيها السيجنالز بتاعتنا، وهي هل السيجنال بتاعتنا فاينايت انرجي ولا فاينايت باور، ولا لا هي كده ولا هي كده. هي بيسيكلي الكونسيبت بتاعت الانرجي والباور دي اصلا كانت موجوده في السيركت ثيوري، واتنقلت الحقيقه للسيجنال بروسيسنج، ويعني علشان برضو لها قيمه برضو في السيجنال بروسيسنج حقيقه. فبنعرف الانستنتينيوس باور بالكونديشن دوت، لو احنا حاجه زي في اوف تي في اي اوف تي، ففي الاخر هي بتطلع حاجه زي السيجنال بتاعتنا سكويرد، اوكي، از ا فانكشن اوف تايم. دي بتعبر عن الباور از ا فانكشن اوف تايم. طب الانرجي نفسها بتساوي كام؟ لو اعتبرت ان انا عندي بيريود تي وعايز احسب فيها الانرجي بتاعتي بتاعت السيجنال بتساوي كام، انا بيسيكلي بانتجريت الباور بتاعتي الانستنتينيوس باور دي في البيريود اللي انا بقى ايه بتكلم عليها، اوكي. ففي الاخر هي عباره عن الانتجريشن بتاع حاجه سكويرد، اوكي، دايما حاجه دي تبقى بوزيتيف، اوكي، دايما الباور ودايما الانرجي بيبقى بوزيتيف نمبرز. لو بتكلم بقى على الباور نفسها بتساوي كام، لو انا عملت الانتجريشن ده اللي هي الافريج باور بقى في البيريود تي دي، بحسب الانرجي في البيريود تي دي واقسمها على تي، اوكي، فبيطلع لي نفس الحاجه اللي كانت موجوده هنا مقسومه على تي. طبعا لما بتكلم على سيجنال لها انفينيت سبورت، بيبقى طبعا في الانرجي بالذات هلاقي ان الانتجريشن هنا من ماس انفينيتي لانفينيتي. هنا لو بتكلم على الباور نفس الكلام، انا باخد بقى يعني تي، يعني تبقى الافريج تي بتاعتي، او لو عندي بيريودك سيجنال باخد الانتجريشن بتاعي ده على البيريود بتاعتي مش على السيجنال كلها. لو انا اعتبرت ان السيجنال بتاعتي انفينيت سبورت وما هياش بيريودك، يبقى معنى كده اي تي دي هتبقى السيجنال كلها اللي هي الانرجي من ماس انفينيتي لانفينيتي، وتي هتبقى برضو يعني هي بتبقى انفينيتي برضو، اوكي. فمعنى كده لو الباور دي ما هياش انفينيتي، يبقى معنى كده هنا يبقى في عندي مشكله ان يبقى ايه، ان القيمه بتاعت الباور دي بتبقى صفر، اوكي. فهبتدي بقى نتكلم على كده بشكل اوضح شويه، او ندي كذا مثال. الانرجي بتاعت السيجنال بتاعتي، اوكي، الديفينيشن بتاعي هي انتجريشن من ماينس انفينيتي لانفينيتي اكس اوف تي سكويرد دي تي. طبعا انا واخد فيها ابسولوت فاليو هنا عشان لو السيجنال بتاعتي كومبلكس، فالابسولوت فاليو ده بيخلي لي اخد ماجنتيود مش باخد الريل وايماجينري واعمل لهم سكويرنج. الباور هي الديفينيشن بتاعها بقى اللي هو في السيجنال بروسيسنج، هو عباره ان انا باخد الانتجريشن ماينس تي لغايه تي اكس اوف تي سكويرد دي تي، وبره بقى هي البيريود بتاعتنا اللي هي توايس تي اللي هي المسافه من الليميتس بتاعت الانتجريشن بتاعتي. بس انا هنا لو السيجنال بتاعتي لها انفينيت سبورت، يبقى باخد الليميت من تي، الليميت عند تي بتروح لانفينيتي، اوكي. طبعا لو انا بتكلم على السيجنال بتاعتي انها بيريودك، بلاقي ان الحاجه اللي بتطلع لي هنا هتبقى فانكشن اوف تي، فتي اللي هي اللي موجوده هنا هتتشال مع تي اللي موجوده هنا، ففي الاخر يطلع لي قيمه ثابته ما هياش بتعتمد على تي، فتطلع بره الليميت ده من غير مشكله. لو انا طلعت الرقم ده ما فيهوش تي، لو فضل الرقم ده طلع فاينايت، طلع رقم فاينايت، يبقى معنى كده يبقى عندي رقم فاينايت على توايس تي، والتي الليميت بتاعها لما بتروح لانفينيتي، يبقى معنى كده الرقم ده يطلع في الاخر بيساوي صفر. فمعنى كده لو بتكلم على سيجنال ما هياش بيريودك، بتكلم على سيجنال لها فاينايت سبورت، يبقى دايما بلاقي الباور بتاعتها بتساوي صفر. لما بتكلم على السيجنال بتاعتي مثلا ان هي برضه فاينايت سبورت، يبقى انا ببقى ضامن 100% الانرجي بتاعتي هنا بتبقى فاينايت. لو السيجنال بتاعتي لها انفينيت سبورت، لو فرضا انا عندي السيجنال بتاعتي دي هنا كوزاين سيجنال، لما باخد السكوير بتاع الكوزاين يبقى معنى كده كل الارقام بتاعتي بتبقى بوزيتيف من ماينس انفينيتي انفينيتي، لما بجمعهم بقى في الانتجريشن ده هتطلع لازم تكون انفينيتي، اوكي. فنلاحظ ان احنا لما يكون عندنا بيريودك سيجنال الانرجي بتاعتنا بتساوي انفينيتي، والباور بتاعتهم بتبقى فاينايت، بتبقى رقم لها رقم. طب لما يكون عندي فاينايت سبورت سيجنال، فاينايت سبورت سيجنال باي ديفينيشن ما بتبقاش بيريودك، فهلاقي الانرجي بتاعتي هنا تبقى قيمه فاينايت، والباور بتاعتنا هنا تساوي صفر. اوكي؟ فالجزء بقى بتاع الفاينايت انرجي دوت، دي بنقول عليها ان السيجنال بتاعتي لو السيجنال بتاعتي لها فاينايت انرجي، بقول عليها انها سكوير انتجربل. سكوير انتجربل معناها ان الانتجريشن بتاعنا هنا ده كده اللي هو بعمل انتجريشن للسكوير بتاع السيجنال، بيطلع لي في الاخر رقم فاينايت مش انفينيتي. اوكي؟ نفس الكلام بالظبط، لو بتكلم على السيجنال بتاعتي لها فاينايت باور، لو الباور بتاعتي اقل من انفينيتي بتكلم عنها فاينايت باور.